أبناء الأعزاء، أنتم في الثانية مرة ثانية أصاب معكم إنسان شعب الشعب وشعب سبسكريب، وده مهم في إنشاء صفحة في النت ممكن يبقى البديل بتاع الـ HTML. فأنا بشتغل هنا على الباب بتاعتي، أنت المفروض إنك أنت هتتابع نفس الخطوات، وأي حاجة تتعمل هنا زي ما أنت شايف كده حاول تعملها، وده هتساعدك في إعداد المشروع إذا كان مشروع بتاعك بتكلم عنه.